جدا بس مع اعضاء. ما في صباح الخير طيب؟ لا بدون صباح الخير خلاص قد اتفقنا ما في صباح الخير. لا انا المفروض صباح الخير نفسي بس اليوم مالي نفسي. المتسابقين يا عبد الله نعم يفتقدون صناعه القصه. يعني الريلتي عندهم ممتاز، سوالفهم حلوه، كشخصيات ممتازين جدا، لكن ما بعد فهموا البرامج الواقعيه بشكل كبير. يعني الى الان يفتقدون صناعه القصه. يعني مثال كيف قصه؟ مثال ترى امس احنا ما صلحنا الكهرب وانتم تدرون والمشاهد يدري ترى بعدنا ما صلحنا الكهرب، لكن سوينا قصه بسيطه حلوه وكاننا صلحنا الكهرب. كم خذت؟ سوينا مطالبه وصلينا 20 ثانيه وكانت جدا قصه حلوه. تذكر جابها سعيد درعان في في طبقناها في دقائق وانتهى الموضوع جد حلو. والله كل شيء الا سلك اللي شلل سكروب اللي كذا. فهذه الفكره صناعه القصه في البرامج الواقعيه. النقطه الثانيه بعد في نفس الموضوع التفاعل مع الاحداث. الشباب شادينها شوي، مو شادينها واجد، مو شادينها واجد، شادينها مره. يعني قالبينها مراجل واحنا كانهم في مجلس رسمي. لا احنا ما نقول تخلى عن اخلاقك وقيمك لا لا لا، بس ترى في اريحيه في صناعه قصه في برنامج واقع. يعني ناس تحب البساطه، تحب تعيش الوضع. ايه اول شيء صباح الخير ابو عبد الله عليك وعلى الاساتذه وعلى المشاهدين. صناعه القصه يا ابو عبد الله تحتاج روح. صناعة القصة في المتسابق تحتاج روح، تحتاج تعاون من الجميع. لما أنا أقوم الساعة 8 العشاء حاسب الملل وأقوم الساعة 9 وفي فقرة وفي فقرة وبعد فوكس في رياليتي يروح لعب ويروح سوالف، ما حد عنده مساحة من التفكير. تحتاج شخص يكون عنده حرص على المنافسة وحرص أنه يطلع من البرنامج بجمهور بنجومية بأثر كبير. اللي يفكرون هنا قليل جدا، واللي كانوا يفكرون انصدموا. يعني بسام انا من الناس اللي اشوفه يعني اشتغل على نفسه في هالموضوع. اللهم صل على محمد. كم اسم ما تحضرني. بسام مش صانع قصه، بسام ملقي اكثر من كونه صانع قصه. ملقي، لكن انا اعطيك على فكره الحرص والاهتمام انك تصنع لك اثر. فالقصه طال عمرك جزء من شخصيه الشخص في البرنامج الواقعي. لما تيجي برنامج الواقعي وتخليها على ما تحصل فقره رياليتي لعب، لا لازم تصنع لك شخصيه خاصه فيك. فانا اشوف انهم شعروا بالملل كثير منهم. شعر بالملل. فهد هل رأيت قصة طوال 30 يوم؟ لا والله ما في قصة، في قصص للأمانة لا نكذب، لكن قصة قصة مرسومة رسمة جيدة. مثلا خلينا نشوف قصة افتتاحية تامر مدعت مثلا الجلسة هذه، ترى تحسب قصة. هل رسمت على أفضل شكل؟ ماتت راحت ما مدعت رسم، ما فعلت على أفضل تفعيل. خلينا نشوف مثلا يعني ممكن القصة الوحيدة اللي استغلوها وحلبوها وضبطوها هي قصة هروب. هي اللي صارت معهم كانت خلف الكواليس. لا بعد ما جاء الأستاذ تركي الدوسري الأغاني الاعتذار قصة الهروب قصة فهمت، هذه قصة مميزة. لكن قصة كاملة لا نجد، لعل الرياليتي العالي غلب عليهم وبعد بدأ ينزل نزل واجد. يعني ما هو بزي أول. سعيد هل صناعة القصة تصنع ولا البرامج الواقعيه لابد من صناعه قصه بعيده؟ ما ممكن يا اخي شوف، مو قضيه انك تصنع قصه، انت خلك واقعي والقصص هي من نفسها بتجي. يعني مو قضيه انك لازم تسوي شيء وتفعل، يعني تفعل شيء من عدم الى وجود. يعني الواقعيه خلها تعيش الواقعيه بتجيب كل شيء. هي اللي جابت قصه. الشباب يعانون من مشكله، يعني رضيوا ولا ما رضيوا وهم عارفين وحنا عارفين. المجاملة فيما بينهم والتصنع وشادينها حبتين وخوي ولا في أريحية، وبعد تحت البث وتحت الهواء يا ما تحت السواهي دواهي. حنا على الواقع على الشاشة، هم شادينها أن خوي وفلة ومدري ويش ويجاملون بعض، فلذلك قتلوا المعنى أنه يحدث فيها حدث، يكون فيها أريحية، يكون فيه تناغم. يعني لما تشوف الواحد ببادر بشيء يسويه لو تدشين جلسة بسيطة يمكن يتفاعل معه واحد ولا اثنين والبقية ترهم رايحين مجاملة. هل هو خاف من ردة الفعل؟ لا ما في. طيب ليش سووها في دولاب؟